الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المأمون الأمين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة، وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للطرافة أو للاستمالة، وفيه تخيل لما يستقبل وتوهم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول. فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر. وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة. وقلنا أيضا إن القصص حين يكون من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليثبت الأفئدة الإيمانية، ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا. فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة، ولجاءت الحركة الاضطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم. ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن، كقصة يوسف لأنها هي التي طلبت. إذن ففرق بين قصص يطلب الله وهو المنزل إعلام خلقه به ليثبت به الأفئدة، هنا التكرار، ولكن قصة طلبت من المنزل إليه فإن المنزل يجيء بها. لماذا يجيء بها مرة واحدة؟ لأنه لو جاء بها على لقطات لقينا إن الرسول يجيء من عنده فحينما أعرف كل لقطات يأتي لنا بها. ولكن ما دام قد سألوا قصة يوسف مثلا فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن. وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان، منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته ايه، ما هو منهجه في هذا.
إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل في كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر، حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آدم من الله، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية الصور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء، والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء أيضا شيء لم يرد في أي صورة من هذه الصور. ولكن حينما تأتي سورة الأعراف وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في الصور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع؟ هيقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، دي لقطة تانية. وبعد ذلك تيجي صورة تانية تخدم جنسيته ايه ابليس ده، تقول سورة الكهف تخدم القصة دي تقول ايه الا ابليس كان من الجن. الله، اذا فكل قصة جاء عشان تعمل ايه؟ علشان تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة ايه؟ في قصة ادم. وبعد ذلك يجي في سورة الاعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السور بيتكلم عن ادم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص ادم، يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والخطاب لعامة الناس، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم. فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. وعسى يبقى إذن ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله، هذا عن هذا وعن هذا عن هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن، ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي، البويضة حية من حية وهي أمي، وبرض أبي بويضة حية من أبيه، وأبوه بويضة حية ميكروب حي من أبيه، هكذا 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 إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت، لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يكون ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة، مطمورة في مين؟ مطمورة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا وأذبت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه؟ هب أنك وضعت القارورة في برميل ثم خضطت البرميل ومزجته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتة من ايه؟ من السنتيمتر. لو انك القيته في بحر ثم احسنت خلطه ومزجه واخذت قطرة من اي بحر من البحار يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ اذا فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من ادم، شهد الخلق الاول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقول عليها الان الوراثة، اللي بيقول عليها الان ايه؟ الوراثة.
إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الايه في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة أخرى لتخدم قضية ايه قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بين لنا هويته في سورة الكهف يعمل ايه منهجه في الإغواء؟ قال ايه؟ قال له بقى أنظرني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لأتينهم من ايه؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايه؟ وعن ايه؟ شمائلهم. ادي منهجه في الايه؟ في الإغواء. والمنهج الثاني طب دين الجهات وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الايه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطة جديدة، لقطة جديدة. الله. إذن فكل صورة أو كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقطة الجديدة. كل الصور دي ما جابش خلقت من إيه؟ إنما جات لقطة من طين. بشرا من طين يخالق إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا. يبقى ده إذن من المادة اللي خلق منها، الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال إيه؟ من صلصال من حمأ، برضو مرحلة من مراحل الطينية، ومن تراب. الله. يبقى اذا برضو بتكون مرحلة. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار، واما ان يكون لايه؟ للتعليم، تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية ادم. قال والجنة خلقناه من قبل من ايه؟ من نار السموم. واما ان يكون بيانا، واما ان يكون التكرار بيانا لمنهج ابليس في الاغواء. وبعدين تاتي قصه اخرى، جاب قصه في الاغواء على انهم اجمعين، جاب في تكرار قال لك الا عبادك منهم المخلصين، الا عبادك. الله. اذا كل لقطه فيها ايه؟ كل تكرار فيه لقطه ايه؟ فاياك ان تقول انه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصه فقط، انما شحون القصه، لحم القصه، غدد القصه كتير، كل واحده هنا ايه متنطره. فاجل الله سبحانه وتعالى لكل لقطه للمناسبه التثبيتيه التي ايه التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه امتنع عن السجود لانه من الجن. دي شرحت لنا حته ان ازاي يبقى من الملائكه ويعصى ومش يعصى والى اخره، فراحت سوره الكهف مغطيه الا ابليس كان من الايه من الجن. ابي غطت لنا ايه؟ غطت لنا حته كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد، الا في ايه الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، والا تسجد فيها نفي. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد؟ احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم خلاص والمسند اليه والمسند شيء واحد، وورد مثبتا مره ومنفي مره، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهه منفكه. يعني جهه النفي غير جهه الايه؟ افتكروا ده كويس. اذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد، يبقى ان اثبت ما يصدروش نفي، وان نفى يبقى يجب ما يصدروش اثبات. طبعا الاول كلمه تسجد هنا الكلام لمن؟ لابليس. يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس، والفعل هو ايه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبته مره ومنفيه مره اخرى مع ان القائل ايه؟ قلنا حكيم والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهه تبقى منفكه. زي ايه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه، افتكروا كويس، وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله. لا، نفت الرمي عن رسول الله. اذ رميت بس المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة، والرمي حدث، والرامي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة.
معنى الجهة منفكة يعني ايه؟ يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه؟ فكأن الامر فيه معنيان. الامر فيه ليه؟ قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة ان رسول الله اخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى اذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل اوصلها رسول الله قد تصل الى كل الجيش؟ اهدي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش كله برمية واحدة، اذ رميت اذ اخذت بداية الرملة شوية حص حص ورميتهم بايدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى ان اثبت في موضعه ولا ايه؟ لا يمكن ابدا ان يجيء ذلك الا من اله، الا من رب. هنا بقى ما منعك ان تسجد؟ تسجد دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومن المخاطب؟ ابليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى اذا ثبت في سجود هنا، في سجود وفي اثبات له وفي نفي. لكن منع هنا، ما منعك تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ طيب وما منعك من ان لا تسجد؟ تبقى مدام منع من ان لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من ان لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل، هو قال مش واكل فمنعناه من ان لا ياكل، يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى اذا الايه هتديني ايه؟ خلاف في النسبة، خلاف في الاسناد. يقول له اهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر الا لما قالها رب. نعم، لا تخفى عليه خافية. بعدين احنا قلنا يا سلام، الاسلوب كده بيخاطب النفس البشرية. طب نقول لك لو المنع ده، انت تفهم ان المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز ان ابليس اراد ان يسجد فجيه واحد منعه ان يسجد بقدرات قاهرة راح حيشه كده وقال له ما تسجدش؟ يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه؟ يعني ايه اللي منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبينه؟ وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك انك تسجد؟ طب ومن الجائز ان يكون ما قهرش على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب انه كان يريد ان يسجد، وبعدين واحد منعه قال لا ما تسجدش. طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف ايه وبتاع. يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد؟ الا تسجد. يبقى ما ايه اللي منعك بالاقناع الا تسجد؟ بان اقنعك بان لا ايه؟ يبقى اذا المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطت المعنى الاول والتاني غطت المعنى مين؟ والتاني، علشان ما يوجدش سبب للمنع. اذا فيجب ان نفهم ان المانع من السجود اما ان يكون منع وابليس يريد ان يسجد فقهره على ان لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود. خلاص؟ لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع. يبقى ما منعك يعني ما اقنعك، ايه اللي اقنعك انك انت ايه؟ ان تسجد ولا الا تسجد؟ يبقى لازم تيجي الا تسجد. يبقى اذا الآية هنا ما تبقاش تقول لا زي دي وتقعد تخرفوني ويقعدوا يتكلموا، يقول له لا المانع قد ياتي من القعر وهو يريد ان يسجد. فيبقى ربنا مره قال له هي دي ولا دي؟ هي ايه؟ دي ولا دي؟ اذا فكل لقطة من لقطات القصة جاءت لايه؟ لمعنى من المعنى او لمرحلة من الايه؟ من لمرحلة من المراحل. يبقى اذا لما نيجي بقى نعمل القصة كلها ونحبكها كلها حبكة قصصية واحدة، نقول له بقى انت ما بتثبتش، انت بتقول تاريخ بقى، ابقى امسك القصة وخد اللقطات كلها واعملها ايه؟ ولذلك ربنا لما قال للملائكة قال لهم اني جاعل البشر، اني جاعل في الارض خليفة، والجعل يطلق مرة ويراد به الخلق والايجاد والاحداث، ومرة يطلق بان يجعل من المجعول شيء، زي جعلت الطينة ابريقا، فكأن الطين مادته موجودة ولا لا؟ اني جاعل في الارض خليفة
يا ترى هذا البلاغ بعد أن إن ربنا سبحانه وتعالى عمل هيكل آدم كده من الصلصال كده وبتاعه وشافوه الملائكة، وبعدين ربنا بقى إيه أخبره؟ ولذلك ساعة ما شافوا الحكاية دي قال لك إيه الحكاية دي؟ الملائكة. ولذلك حيجي يقول أعلموا ما تبدون إيه وما كنتم تكتمون، لتكتمون أنهم شافوه قبل ما ربنا يخبر عنه، شافوه كده. أو أنه لما صور آدم من التراب ومن الطين فكأنه جعل، لأنه ما جابوا ما جابوش إنشاء جديد، لا جعلوا من مادة موجودة، يبقى دي جعل ولا لا؟ يبقى زي ما قال وجعل لكم السمع والإيه والأبصار، خلقها منك، وهو خلقه من مادة الإيه من الأرض. فعلى هذا يجب أن نفهم أن تكرار القصص عموما إنما جاء للتثبيت، والتثبيت غرض المنزل. يثبت مين؟ المنزل عليه وإليه، عليه اللي هو الايه الرسول، واليه يعني للايه للامه كلهم، عارفين كده ولا لا؟ فلما نيجي احنا ناخد القصه نقوم نجيب اللقطات كده من هنا من هنا من هنا ونضمها لايه لبعضها، نقول ربنا خد من التراب وحط عليه ميه وبقى طين، مش كده؟ وبعدين الطين ده سابه لما يبقى حمق ايه عشان ايه من حمق ايه مسنون، وبعدين سابه لما بقى صلصال كالفخار تيجي ايه مين صلصال كالايه كالفخار، وبعدين عمل الهيكل وسواه بايده، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي الله. وبعدين تيجي بقى يخبر للملائكه بهذا الحدث ان يجعلهم في الارض ايه خليفه، وبعدين يجي الحوار بقى اللي هو بين الملائكه ايه وبين ربنا، وان يعلموا ما لا ايه تعلمون، وبعدين بقى يثبت للملائكه انه صحيح يعلم ما لا يعلمون وان كانوا هم لا يشكون في ذلك، انما علمايه جديده جت لهم. فقال لهم ما تفتكروش ان الانسان بعنصريته يتفوق، انتوا فاهمين انكم من الريح او من النور ودي عنصريته اشف من الطين، لا انا اخلق من الطين اللي هو اصلب اكسف الاشياء واطلع منه حاجه ما تقدروش انتوا تعملوها. اذن المساله ليست حكم عنصر، وانما المساله اراده المعنصر نفسه، إرادة المعنصر، مش العنصر بيحكم ان ده يطلع جنس راقي وده لا يستطيع من الجنس الادنى ان يخلق ان يخلق ايه احسن من الجنس، ويسجد الجنس الاعلى لمين؟ للجنس الادنى. اذا بقى دي مش طلاقة القدرة، مش العنصر بيحكم عليه، ما يقدرش يحكم. يجي مثلا واحد سايغ، يستطيع واحد سايغ انه يعمل لك مثلا خاتم معدن ويقول لك ده احسن من من الذهب؟ هو انما هو يقدر، هو ايه هو يقدر، فيقول اني اعلم ما لا ايه اني اعلم ما لا تعلمون. فاذا وبعد ذلك نجيب الحوار بقى بتاعه، وعلم ادم الايه الاسماء، وبعدين القصه وسجدوني وانتهت، وبعدين امتنع ابليس، وهنقول ده ابليس ده اصله من الجن، مش كده؟ تبقى جت نخبى ايه حته. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك، قال له ايه دي اللي قصدها كذا ودي اللي ايه لقصدها ايه كذا، وبعدين قال له لا امر قال انا خير منه، خلقتني من ايه من نار وخلقته ايه من طين، ومر قال اسجد لمن خلقت طينة، ما الله يبقى دي مره ودي ايه مره، ما دام مره قال له ان تسجد ومره قال له قال له ايه ان لا تسجد، المساله ما مرتش كده بحوار واحد، مفهوم؟ وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت، قال له ايه اخرج منها مذموم ايه مدحور، وبعدين سكن ادم وزوجته الايه الجنة، وبعدين جيت تكليف وكل من ايه من الجنة وغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه، وابليس خرج وايه مدموم، ابليس العداوة ايه تأصلت، يجي ربنا يقول له عدو لك هو زوج، يجي بقصة الايه العداوة، فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى، ويقعد بقى يجيب الايه، وبعدين يقول له ايه يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون، وبعدين يقول له هتعمل ايه، هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وهاجي لهم في الصراط المستقيم واقعد لهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي لانسان في الخماره، انما يجي له في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جاهزه دي، يبقى يجي له في المسجد، يجي له وبيعمل طاعه، لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه ألويهم عنه، إنما اللي في الصراط غير المستقيم يعزلي ده بيساعدني ما خلقه ده وبعد ذلك يقول أنا أجي عن الإيه عن الأمام ومن الإيه ومن الخلف ومن اليمين والشمال، وإحنا كنا قلنا برضو في حلقة أنه ابتعد عن جهتين، جهة العلو وجهة السفل، مش كده ولا لا؟ ما قالهمش مع أن الجهات كام، الجهات ستة، فما جاش من فوق ولا جاش من تحت، قال لك لان الانسان الذي يكون بين امرين، علياء الربوبيه
وذل العبودية لا يمكن يجيله الشيطان أبدا أبدا ما يجيلوش الشيطان أبدا. إذن قال له على الإيه؟ ومن العجيب أن إبليس نفسه من غبائه نبه على مواطن إتيانه للمؤمنين، فكان المؤمنين بقى يعملوا إيه؟ كان حياتهم إيه؟ ياخذوا بالهم بقى وإيه؟ ويتنبه. وبعدين نجي بقول إيه؟ لكن ربنا قال له قال تغويناهم أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ اللي تخلصه اللي أنت تعوزه ما أقدرش عليه. قال لك أهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك، لأن عزة الله عن خلقه هي التي تجعل إبليس يغوي الناس، وإلا لو كان ربنا عايز خلقه كان إبليس يقدر ياخد واحد، بدليل أن الله اصطفى قوما فلم يجعل لإبليس عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. يبقى إذن كل قصة خدم بدولة. إذن فليس فالمطلوب من كل قارئ لقصة آدم إن كان يريد قصة واحدة محبوكة بدون أن ينظر إلى تفرقها في سور أو في آيات، فعليه أن يقرأ كل سورة بلقطاتها الجديدة، ولا ينظر إلى التكرار لأن التكرار في عصب القصة نفسها. إنما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجة لها إيه؟ لها حتة تيجي عشان تثبت في موطن إيه؟ في موطن خاص. ولو تتبعت أسباب النزول لكل لوجدت اللقطة الزائدة في كل سورة هي المناسبة للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه؟ الامر الايه؟ الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا ادم كله، علشان لما تبقى تشوف يعني يوم يجي ايه. واذ قال ربك للملائكة، اذ قال اذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكة اسجدوا لادم ان جعلهم في الارض خليفة. إذن طب ومعنى اذكر؟ اذكر وقت ان قال الله للملائكة اني جعلهم في الارض خليفة، دي علشان ناخد منها لقطة انه ما هوش قديم انما اوجده القديم. يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكة استعجبوا. اذ قال ما هو القول؟ اولا القول هو ايه؟ لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه؟ الفعل. وكلاهما عمل. يبقى القول مهمة الايه؟ اللسان. طيب والرؤية مهمة ايه؟ والشم مهمة ايه؟ واللمس مهمة الانامل، مش كده كويس؟ عال قوي. يبقى القول يقابله ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى إذن الحدث إما قول وإما فعل، وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان، مفهوم؟ والفعل عمل الجوارح، هيعمل بإيده يعمل بعينه مثلا. يبقى إذن القول مقابله إيه؟ مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما عمل، وكلاهما ايه؟ عمل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمة الطيبة ده ضايع خالص؟ نقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل. فعل وقول من الايه؟ من العمل، من العمل على الأرض. قال ربك للملائكة، شوف كلمة ربك بقى، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، إذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو بيستشيرش بدليل قال إني جاعل، مسألة يعني مفروغ منها، ولكن إعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لأن الملائكة منهم المدبرات أمر، له إيه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ له من أمر الله، إلا لديه رقيب إيه؟ حكي الله. إذن ففيه إيه؟ الملائكة لهم إيه؟
فكأن الإعلام لأن للملائكة عمل مع هذا الخليفة. والملائكة إيه؟ عمل مع هذا تدبير أموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس، وما يدريك ان وراء كل ناموس انت بتسميه ناموس ملك موكل بك ماسك زرار. بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله، العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع في القنوات الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف وين، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي. دي زرار عمال بي ولا ايه؟ طب والزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهربا؟ طب بالله انت تعرف الكهربا دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهربا دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوة الخفية دي؟ القوة الايه؟ الخفية دي نجعلهم في الارض ايه؟ في الارض خليفة. معنى كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف، يعني كأن فيه ايه؟ هيخلف مين؟ يخلف مين؟ يخلف بعضه بعضا. مدام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاة، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول نعيه جاعل في الارض خليفة، ده يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول ناعي للانسان ساعة ما جه الخليان ده هيبقى خليفة، يعني ايه؟ يخلف بعضه بعضا، او انه يخلف جنسا جنس اخر زي الجن مثلا، كانوا وعصوا وعملوا كذا وكذا وكذا وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكة، وبعدين كن الملائكة بيقولوا احنا هنكرر التجربة تاني، يجوا برضو الخلق اللي ونفسدهم ويعملوا يسفكوا الدماء. اللي عرفوا ازاي الحكاية دي؟ ها؟ يبقى خليفة يعني برضو يبقى دكها انقراض افراد. لما تكون الخلافة بعضنا البعض بني ادم يخلط بعض بعض يبقى نعى مين؟ نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفة لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله. وما ذلك على الله بعزيز، ان يشاء ايه؟ يذهبكم وياتي بخلق جديد. وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء. انت تقول ده هذا خيره ايه؟ خلف لخيره سلف. ساعة ما تسمع حاجة في الخير قول ايه؟ خلف. انما ساعة ما تيجي في الشر قول خلف. فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ اذا في الامور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه ايه؟ خلف. انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه؟ خلف. ولذلك بنقول ايه؟ خير خلف لخير ايه؟ سلف. لكن لما يكون شر ويخلفه في الشر نقول نسميه ايه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. يبقى ده خلف اسمه بسكون الايه؟ بسكون الايه؟ الله. او ان لا خليفة لأن الكون سيأتمر وينفعل له. الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك، مش كده؟ تشرب تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك بتنفعل لك الأشياء. يبقى أنت خدت من القدرة المطلقة لون من القدرة لك، خدت من القدرة المطلقة لون من الإيه؟ فكأنك أنت خلفت الله في أنك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لأ؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفة. آفتك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل، وتنسى اللي رتب لك الايه؟ اللي هي تشرعها. وقول الله في سورة اقرأ، كلا ان الانسان لا يضغى ان رأى سعر فيه منه اصيل بقى، الارض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا؟ وهل هناك مانع ان ناخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة وكمالات الله لا تتناهى، فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. ويمكن يجي حد بعدين برضو يفتكر حاجة تانية ويقولها، نقول له برضو عطاءات الله لا تتناهى، مش كلامه ده؟ والكلام صفة المتكلم وكلام الكامل كامل
يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه ممكن تيجي ايه تيجي فيه. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ايه قالوا ايه بقى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ عرفوا دي منين؟ لازم كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما على ما علم. خلاص كده؟ او هم خدوا ان مدام هيبقى خليفة وربنا هيدينه الاسباب يمكن يعمل ايه، يمكن يطغى بقى، يمكن يطغى. لكن هم عرفوا كلمة سفك ولا لا، وعرفوا كلمة دم ولا لا، وعرفوا كل والدم كان لسه ما كان لسه ما جاش، يبقى لازم كان فيه قبلها، كان فيه ايه قبلها، يبقى كان فيه قبلها. قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة اني اعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك ان علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لايه له. يبقى مش كل حاجة يغيب عنها شيء عنك تبقى هي متى اراد ان الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم ان لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما ايه ما يسرون. طب مش كان بقى من باب اولى من اللي يعلنوا يعرفوا، ولا ايه؟ ده هو بيعلم اللي ايه اللي بنسره، يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما ايه وما تسرون. انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ ام قال لك لان الله غايب مبطون باطن وانت شايفه، زي لله المثل الاعلى. افرض الواحد قاعد في البيت خلاص وبعدين حدثت احداث في البيت، نقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره ما كنت غايب عنه. اللي بره كنت ايه غايب عنه. هو لا بيجيب دي مره كده ومره ظاهر وايه وباطن، عشان يمكن تقول لأن الله غيب ومستقيم في الناس يمكن عارف اللي جوه، انما اللي بره ده وله دار عنه. يقول له لا فيجيب دي مره ودي ايه، علشان العلم عنده ايه سواء ما فيش ولذلك يقول لك السر واخفى، يعلم السر وايه. طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه ما لا تعلمون. خلاص السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد؟ او ما اسررت به الى احد. طب واللي ما اسرتش به لاحد يبقى اخفى ولا لا؟ يبقى اخفى. لا يقال سر الا اذا كنت ايه قلت له انا هقول لك سر. اذا تعدى، اذا ايه يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس او ده اخفى من السر. طب هب ان السر ما اسررته في نفسك، مش ما اسررته لغيرك، اسررته في نفسك، يبقى الاخفى منه هو ايه؟ قال لك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى اللي اخفى يعني علمه قبل ان يوجد بانه هيوجد. يبقى اذا لما يجي يقول ايه اني اعلم ايه ما لا تعلمون، اراد ان يعطي الايه القضية دليل على ذلك. اما قال انتوا بقى ملائكة، قال له احنا بنسبح ونقدس مش كده، ونحن نسبح ايه بحمدك ونقدسه. نسبح يعني ايه؟ التسبيح هو التنزيه عن السوء، تنزيه عن ايه وعما لا يليق بذات المنزه، اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير، مأخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه، الجردل يجيبوه عشان ايه يتطهروا منه.
ولذلك احنا بنقول سبوح ايه قدوس، سبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر، مش كده؟ كلمة نسبح تعوز تسبيح، نسبح تسبيحا، لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح؟ وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك، كان الاصول يجيب ايه؟ ما لم قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لانه هذا المصدر بتاعها. هم بيسموه اسم مصدر، ان يجي الاسم اقل من الايه؟ من المصدر في حروفه شوية، يسموه اسم ايه؟ اسم مصدر. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق، انظر بقى الى دقة الاداء، ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء، يبقى في كل منزه بحسبه، كل منزه بحسبه، ومفيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين؟ هو لله، اعلى انواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن ان يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن ان تقول لاحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيه الايه؟ التنزيه العالي، اعلى لون من انواع الايه؟ من انواع التنزيه. ليه؟ لان لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته انه محدث ويفنى. انت عايز اكتر من كده ايه؟ انه محدث وايه؟ ويفنى، خلاص مش منزه عن اي حاجه. انما بقى التنزيه الصح لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله، انت تقول ايه؟ سبحان الله ايه؟ وبحمده. يعني ايه سبحان الله؟ معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في افعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده؟ طب وبحمده يعني ايه؟ كأنه قال انا انزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه، يعني تنزيه لك نعمة انا اصحبها بان احمدك على اني نزهتك. الله ضيفت عليه. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله، وبحمده قلت ايه؟ سبحان الله. والتقديس قال لك داود